أهلا بكم. أنهت ورشة لجنة التفكيك أعمالها يوم الخميس 12 من يناير وسط ضبابية في المشهد السياسي، حيث لا زالت بعض المكونات السياسية وحركات الكفاح المسلح ترفض التوقيع على الاتفاق الإطاري الموقع بين المكون المدني والعسكري، الشيء الذي يمكن أن يعطل من إكمال المرحلة النهائية من العملية السياسية. في حلقة اليوم من أجندة الساعة نناقش رفقة ضيوفنا داخل الاستوديو ما هي التوصيات التي خرجت بها لجنة التفكيك، وما الذي يمكن أن يضاف إلى هذه اللجنة، وما الأعباء الجديدة التي وقعت على كاهلها. أهلا بكم وأرحب باسمكم بضيوفي داخل الاستوديو، الأستاذ الرشيد السراج عبد الله القانوني بالحرية والتغيير المركزي. حبابك عشرة. مرحب بك ومرحب المشاهدين الكرام، ونحن سعيدين بهذه الاستضافة ونتمنى أن نقدم ما يفيد السادة المشاهدين. ودعني في البداية أن أحيي ثورة ديسمبر المجيدة والشهداء الكرام، ونتمنى العودة الآمنة للجرح. مرحب بك مجددا. حبابك عشرة. مرحب بك. يمتد الترحاب بالمحلل السياسي الأستاذ الجميل الفاضل. مرحب بك حبابك عشرة. مرحب. مرحبا ومرحب بمشاهدي الشروق. أستاذ الجميل أبدأ معك. انتهت ورشة لجنة إزالة التمكين إلى جملة من التوصيات، قراءاتك لما بين السطور لما حملته هذه الورشة؟ من الواضح أن مؤتمر خارطة طريق تجديد تفكيك نظام 30 من يونيو الذي استمر لأربعة أيام من أبرز الملامح والسمات التي برزت خلال هذه المداولات ومجموعات العمل الستة التي عكفت على إخراج توصيات من خلال المؤتمر. من الواضح تماما أن التجربة السابقة للجنة التفكيك النظام 30 من يونيو وإزالة التمكين هي التي شكلت مؤشر لما الذي يمكن أن يكون للجنة الجديدة في المرحلة الأخرى التي تم التأسيس لها من خلال المداولات التي جرت في المؤتمر الذي امتد للأيام الأربع. هذه التجربة هناك كثير من الملاحظات. أعتقد أن اللجنة قد قدمت تقرير، قدمه الأستاذ محمد الفاكي سليمان رئيس اللجنة المناوب، وتم تشخيص للمعوقات والعقبات التي واجهت أداء لجنة إزالة التمكين، وأيضا ما حدث بعد الانقلاب 25 من أكتوبر من إجراءات قامت بها السلطة القضائية وبخاصة المحكمة العليا في إلقاء كافة قرارات اللجنة السابقة وإعادة كافة الأشخاص الذين تمت إجراءات بخصوصهم من إلى الخدمة المدنية، وأيضا إعادة بعض الأزرع والمنظمات التي تم تفكيكها. بالتالي هذا خيم على أجواء المؤتمر بشكل عام، وبرزت توصيات صوبت على وجه الخصوص تجاه الهيئة القضائية وبخاصة المحكمة العليا، باعتبار أنها الأداة التي استخدمت ما بعد 25 من أكتوبر في إلقاء وإزاحة كافة قرارات لجنة التمكين السابقة. ده ملمح أول. من الواضح تماما أيضا مدى الاهتمام الدولي الكبير بهذا المؤتمر ومشاركة خبراء من دول مختلفة. لاحظنا أيضا أستاذ الجميل هناك سرية كبيرة شابت عمل هذه الورشة، وربما منع لدخول أجهزة الإعلام أيضا لتغطية ما يمكن أن يحدث داخل هذه الورشة. أعتقد أيضا أن الأمر حوله كثير من الحديث يعني. وبطبيعة الحال هذه مثل هذه المؤتمرات هناك جلسات مغلقة وهناك جلسات مفتوحة، هذا مفهوم. وأعتقد أن الأجهزة الإعلامية حظيت بفرص واسعة في تغطية الجلسات المفتوحة، وما سار من لغط وجدل حول موقف رئيس بعثة اليوني تايمز من قبل بعض الإعلاميين يبدو أنه غير دقيق، لأن يعني أنا أحد شهود العيان الذين كانوا موجودين داخل هذا المؤتمر. إذا ليس صحيحا ما أثار أن رئيس بعثة يوني تايمز قد ألقى بالمايكروفونات على الأرض
والشيء الذي يمكن سبب إزعاج كبير بالنسبة لعدد من القنوات الفضائية والصحفيين. هناك ورقة يفترض أن يقدمها أحد الخبراء هو ألكسندر ماير، وهذه الورقة هو كان يعتمد على جهاز لابتوب، وكان بالضرورة المنصة كانت ضيقة وكانت فيها أجهزة يعني مايكات لكثير من اللوجوهات للفضائيات، وحتى هذا الطلب ما بشكل مباشر. أنا لم أرى أن الفولكر بيرس بنفسه هو يعني صور هكذا، كأنما هو انتزع هذه الأجهزة ورمى بها في الأرض، ومن أرادوا لخدمة ما يريدون أرادوا تصوير هذا الأمر بهذه الكيفية. لكن في الحقيقة حتى المراسلو القنوات الفضائية أدلوا بشهادات بغير ذلك يعني، ودونوها في حساباتهم في الفيسبوك، وكثيرون إذن تدخل سنعود. هذه القضية ليست بهذا بهذا السيناريو وهذه الكيفية. جميل أستاذ جميل، سنعود أستاذ الرشيد. هل طرأ تعديل أو تعريف جديد على لجنة التفكيك فيما يلي من جانب التوصيات؟ طيب، التحية لك مجددا. أنا بحاول بقدر المستطاع أتكلم من ناحية قانونية فيما يتعلق بالعملية السياسية النهائية بالنسبة للمرحلة بتاع توقيع الاتفاق الاضطراري الذي انبنى على دستور لجنة المحامين، حيث تم توقيع الاتفاق الإطاري بتاريخ 5 ديسمبر، اللي هو يتكلم عن 4 محاور اللي هي المبادئ الأساسية للعملية السياسية زائد مهام الفترة الانتقالية إضافة لهياكل الحكم في الفترة الانتقالية وبالنسبة للمؤسسات الأمنية. تم تقسيم المرحلة اللي هو زي ما ذكرت ابتداء لمرحلتين، مرحلة بتاعت اتفاق الطاري والمرحلة النهائية اللي هي بدأت بخارطة الطريق وورشة تفكيك التمكين. في تقديري عملية تفكيك تمكين نظام 30 مليون هي عملية مهمة جدا لقيام الدولة المدنية والتحول الديمقراطي، فلذلك إذا لم يتم تفكيك كوادر النظام المباد الموجودين في مؤسسات الدولة ومصادرة كل الأموال التي تحصل عليها بطريقة غير مشروعة، لا يمكن على الإطلاق قيام دولة مدنية وتحول ديمقراطي في ظل الظروف والأوضاع اللي شابت فترة حكم 30 مليون وحتى سقوط النظام. فنتاج لده كله كان قانون التمكين، وكان لجنة إزالة التمكين التي تم تأسيسها في الفترة الانتقالية الأولى، ومن ثم تكوين اللجنة بمشاركة الأجهزة التنفيذية زائد اللي هو القوة الثورية الممثلة لذلك، والقرارات التي كانت تصدرها فيما يتعلق بالمسألة بتاعة التمكين زائد مصادرة تلك الأموال. ونحن في تقديرنا هو يعني كان في هنالك قصور كبير جدا صاحب أداء لجنة التمكين في الفترة السابقة اللي هي نحن على حسب رؤيتنا وفي تقديرنا. تكلم أيضا عن مواطن القصور، ما القصور الذي صاحب أداء لجنة التمكين؟ ابتداء اللجنة نفسها مفروض تكون لجنة مستقلة تماما عن كل الأجهزة الموجودة في الدولة آنذاك، ده واحد من القصور. فوق لده كل الإجراءات التي كانت تقوم بها اللجنة، وبالذات فيما يتعلق بالمسألة بتاعة المصادرة. مسألة مصادرة الأموال نحن في تقديرنا الشخصي وفقا للوثيقة الدستورية وكل الدساتير الموجودة في العالم زائد المعاهدات الدولية وتحديدا معاهدة مكافحة الفساد لا يمكن أن تتم إلا عن طريق محاكمة عادلة. يبقى المبادئ الدستورية اللي أنا بتحدث عنها وموجودة في الوثيقة الدستورية اللي بموجبة تم تكوين لجنة إزالة التمكين، مفروض مصادرة أي مال لأي شخص أو أي واجهة من واجهات المؤتمر الوطني لا يكون إلا بناء على محاكمة عادلة، لأنه أي مصادرة تتم بتكون مخالفة للوثيقة الدستورية. الوثيقة الدستورية واحدة من المبادئ جاءت فيها إنه الأموال لا تصادر إلا بموجب حكم قضائي، فكلمة استرداد نفسها في القانون نفسه لم يتم تعريفه. المعروف قانونا إنه أي كلمة ترد في أي قانون مفروض يضع لها تعريف محدد، فبرجوعنا لقانون التفكيك نفسه 19 تعديل 2020 كلمة استرداد لم
تكون معرفة في القانون. فلذلك نحن لما نرجع لنعرف هذه الكلمة هي كلمة استرداد. استرداد شيء بمعنى إنه هو خروج شيء من حياة الشخص ورجوعه للشخص الأصلا كانت في يده. فلذلك المسألة دي ما بتتم إلا وفقا لعملية إجرائية وفقا للقوانين الموجودة والسارية. فلذلك الإجراءات الكان تمت في تلك الفترة بموجب لجنة التمكين هي كانت عرضة للإلغاء. ونحن كان رأينا واضح وأنا تحديدا رأيي في العملية دي إنه يا أخي طال الزمن ولا قصر القرارات اللي بتصدر من اللجنة بالكيفية اللي هي نحن هسه شايفينها وفقا للعملية الإعلامية اللي كانت بتتم إنه هي حتكون عرضة للإبطال. طيب أستاذ رشيد يعني عفوا للمقاطعة، لكن أقيمت هذه الورشة للتقييم وتقويم أداء اللجنة. الآن بعد إنهاء أعمال هذه الورش وخروج التوصيات، هل هناك جديد أو تعريفي ما يلي عمل لجنة التفكيك؟ نعم، هنالك جديد. إنه الجديد في هذه الورشة وفي هذه التوصيات إنه العملية بتاعت الاسترداد التي كانت تتم في المرحلة الأولى هي لا تتم إلا بموجب محاكمة عادلة توفر فيها كل الشروط والظروف بالنسبة للشخص المواجه بأي إجراءات وفقا لمحاكمة إنه يقدم قضيته ومن حقه يقدم كل الدفعات التي يستند عليها إلى أن يصدر حكم في مواجهته. فوق لذا كله من ضمن التوصيات عشان تتم هذه المحاكمة عبر القضاء إنه يتم توجيه أو تفعيل قانون من أين لك هذا، ودي واحدة كانت من التوصيات الواضحة جدا في عمل اللجنة الذي يكون في المستقبل، إنه أي شخص هو في وظيفة عامة وفقا لإقرار الذمة الذي هو كتبه بيبقى بعد ذلك كل الأموال اللي هو بحوزته ومتواجدة عنده بعد ما يتم توجيه هذا الاتهام له ويقدم لمحاكمة يثبت إنه هذه الأموال تحصل عليها بكذا وكذا وكذا. إذا فشل في إثبات إنه الأموال هو تحصل عليها بطريق مشروع بيبقى بعد ذاك بعد إدانته المحكمة تلقائيا حتصدر في مواجهته حكم بمصادرة كل أملاكه أيلولتها للدولة. ده فيما يتعلق بالمسألة بتاعت المحاكمة، ودي واحدة من الحاجات المفروض يعني تحصل عشان القرارات ذاتها تحصن وما تكون هي معرضة للمسألة بتاعت الإلغاء من المحاكم الأعلى. فوق لذا كله التوصية كانت واضحة جدا إنه المسائل بتاعت استرداد الأموال والمحاكمات اللي بتتم يعني واحدة من التوصيات اللي جات فيها إنه تشكيل محاكم خاصة لهذه القضايا وفقا للقانون بتاع التمكين والقوانين الإجرائية السارية في البلد. محاكم تكون من محكمة ابتدائية زائد محكمة استئناف إضافة لمحكمة عليا عشان تتوفر كل الظروف وكل الشروط بتاعة المحاكمة العادلة لأي شخص ممكن أن يواجه اتهام بموجب قانون التمكين. ده فيما يتعلق بالمسألة بتاعة المصادرة وأيلولة. جميل، سنعود لنكمل أشكال التوصيات التي خرجت بها الورشة. أستاذ الجميل نبيل أديب المحامي وصف توصيات لجنة التفكيك بأنها شاذة ومخالفة للدستور، كيف ترى ذلك؟ هو في الواقع التوصيات في هذه مجموعات العمل الست كل مجموعة أصدرت جملة من التوصيات. هناك من الواضح تباين في بعض التوصيات التي خرجت من مجموعات عمل مختلفة. إحدى مجموعات العمل تحدثت عن ضرورة أولا طبيعة اللجنة هي طبيعة سياسية قانونية، وصفت تكوين اللجنة حتى للمرحلة اللاحقة يجب أن يكون هناك مزاوجة ما بين القانونيين والسياسيين في هذا الأمر، باعتبار أن القضية المقصودة قضية التفكيك هي قضية تفكيك لنظام سياسي. الشيء الثاني الفصل التام ما بين إجراءات هذه اللجنة والجهاز القضاء الطبيعي، وبالتالي جرى الحديث عن أن تحدث دوائر للمراجعة تتكون بمثل ما تتكون اللجنة، يكون هناك مستويين. هو رأى بأن إما أن تكون قانونية أو لجنة اتخاذ قرار وفقا للقانون الجنائي. أنا استمعت إلى كثير من الخبراء في هذه يعني المقترحات دي، يمكن الأوراق اللي تقدمت بعض الخبراء الأجانب أشاروا إلى ضرورة التقيد
بالنظم القانونية والإجراءات الطبيعية في التقاضي، وهذه الأوراق في إطار النقاشات جرت حولها تم شرح حساب في طبيعة نظام 30 من يونيو نفسه، وكيف اختطف الدولة، وكيف جير كافة المؤسسات والأجهزة، ومارس اختراقات كبيرة بما في ذلك في الأجهزة القضائية والعدلية، وبالتالي يصعب استخدام القضاء والنيابة في تفكيك نظام أصلا طبيعة النيابة والقضاء في غضون 30 سنة تقريبا شكل واقع مختلف، أصبحت هي ذاتها بنفسها أزرع لخدمة أغراض وأجندة النظام الذي يراد تفكيكه. أعتقد أنه الآراء التي طرحت في هذا السياق كانت موضوعية، ومعلوم أن النظام 30 من يونيو استخدم النيابة والقضاء كقرف للتحكم والسيطرة على كافة مجريات الأوضاع في البلاد، بمثل ما استخدم الأجهزة النظامية والقوات النظامية بذات الكيفية من خلال وجود التمكين داخل هذه الأجهزة والمؤسسات. وبالتالي المحاذير الأساسية التي تم نقاشها داخل المؤتمر كانت تركز على أن طبيعة النظام في السودان تختلف حتى عن التجارب التي تحدث بها الخبراء الأجانب، نقلوا تجارب لدول مختلفة، تحدثوا عن تفكيك جرى لأنظمة في دول حدثت فيها سقوط أو تفكك أو هكذا، كما حدث في البوسنة، كما حدث في حتى تجربة النظام النازي تم التحدث عن تجربته. أعتقد أن التجارب تختلف من دولة إلى أخرى، قدمت ورقة عن التجربة الكينية في التفكيك. طبيعة الأوضاع في السودان هي التي جعلت، أنا أعتقد أنه مجمل التوصيات حتى السقف يبدو لي أنه أعلى بكثير حتى من الأوضاع السابقة في قانون تفكيك نظام 30 من يونيو وإزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة. يعني ذهب الناس في اتجاه، ربما مطالبهم ذهبت إلى اتجاه تفكيك كما وردت في إحدى التوصيات، تفكيك أو إبعاد المحكمة العليا من الإجراءات وإجراء عمليات التفكيك فيها. وأعتقد أنه ده نتاج طبيعي للتجربة التي حدثت بعد 25 من أكتوبر. هذه التجربة نبهت كثير من الفاعلين في المسرح السياسي إلى أن هذا القضاء يمكن أن يستخدم أيضا كزراع أو كأداة لإعادة إنتاج النظام القديم من جديد متى ما أتيحت الفرصة، ولذلك يصبح هو الأولوية الأولى في إجراءات عملية التفكيك. أعتقد أنه الصورة بتاعة الأغراض السياسية في المسألة واضحة، وحتى الحديث الذي يقول به يعني بعض الأحاديث المثالية، تحدث بعض القانونيين بشكل تجريدي بعيدا عن الواقع وينظرون إلى الأشياء باعتبار أن هذا هو النمط الذي يجب أن يسود في دولة القانون والمؤسسات وهكذا. يعني لجنة قضاة المحكمة العليا نفسهم رفعوا مذكرة إلى الفريق البرهان وقدموا يعني قبل فترة أيضا اعتراض على أن يكون هناك مجلس أعلى يقوم بتكوين اختيار رئيس القضاء واختيار النائب العام. هذه الفرضيات، الخطأ في الفرضية نفسها، كأنما نحن نتحدث عن دولة مؤسسات، نتحدث عن دولة الفصل قائم فيها بين السلطات، وأن لا يتقول الجهاز التنفيذي على الجهاز القضائي، وتصبح هي دولة القانون التي هي قائمة وغير موجودة أصلا، ونحن نبحث عن إنشاء دولة تقوم على قيمة الفصل بين السلطات وتصبح هي دولة مؤسسات حقيقية وتصبح من ثم هي دولة قانون. هذا غير موجود، لذلك الاحتجاج بهذه الفرضية غير صحيح. يعني أي حديث عن أننا يمكن أن نجري التفكيك عبر المؤسسات القائمة أعتقد أنه سيعيد تجربة ما حدث فيما سبق. أنا صحيح لست قانونيا ولا أتحدث عن مصطلحات القانون، لكن في نهاية الأمر القانون هو ترجمة، هو ترجمة طبيعية، لطالما أننا في حالة ثورية هو ترجمة طبيعية لتطلعات
الشعب الذي يريد إحداث التغيير. التغيير آليات التغيير لا يمكن أن تحدث بالشكل التقليدي، ولذلك جرى حديث كثير عن الشرعية الثورية. أستاذ جميل، سنعود ونرى إذا كان يمكن للجنة التفكيك بتوصياتها الجديدة أن تتخطى ما تعثرت به اللجنة السابقة. أستاذ الرشيد، هناك من يرى بأن لجنة التفكيك بتوصياتها الحالية هي لجنة إدارية لأنها تمت بتكون من الحكومة وليست من القضاء. طيب أنا داير أقوله إنه التوصيات اللي خرجت حسي في الورشة بتاعة الحرية والتغيير هي توصيات متماشية مع الدستور الذي تم وضعه بواسطة لجنة المحامين، فوق لده كله متماشية مع الوثيقة الدستورية ومتماشية مع كل الدساتير على مستوى العالم واتفاقية مكافحة الفساد الخاصة بالأمم المتحدة. اللي أنا ذكرته وتحدثت عنه، قلت الإجراءات اللي قامت بها اللجنة السابقة هي كانت فيها مخالفة لمبادئ دستورية هامة جدا. واحدة من الحاجات اللي كنا بننادي بها في ثورة ديسمبر اللي هي حرية سلام وعدالة. المسألة بتاعت العدالة دي هي مفروض تطبق علينا وعلى الغيرنا، يعني لنا ولسوانا. يبقى بعد ذاك ده شعار رفعته ثورة ديسمبر المجيدة، فتلقائيا مفروض كل شخص يعني ياخذ حقه وفقا للقانون والعدالة. فالمبادئ كانت واردة في الوثيقة الدستورية هي مثلا مسألة مبدأ مواجهة الخصوم ومبدأ المحاكمة العادلة، وإن الحقوق الخاصة لا تصادر إلا بموجب حكم قضائي. يبقى بالتالي أي مسألة تقوم بالمخالفة لهذه المبادئ الدستورية تلقائيا تكون هي عرضة للإبطال. فلذلك حرصنا جدا، يعني حتى من ضمن الأوراق التي تم تقديمها، إنه يا أخي عشان نحن نحصن الإجراءات والقرارات اللي بتصدر في مواجهة مصادرة الأموال المنهوبة بواسطة كوادر النظام السابق، لابد من أنه تكون هي متماشية متوافقة مع الدستور. فلذلك كانت واحدة من التوصيات، وأنا في تقديري دي المهمة جدا، وهي واحدة من الأشياء الممكن تجعل تلك القرارات التي تصدر بأيلولة أي مال خاص بأي واحد من كوادر النظام السابق تكون قرارات هي توفرت فيها ظروف بتاعت محاكمة عادلة، فبالتالي ما بتكون هي معرضة لأي عملية بتاعت إلغاء وإبطال. طيب مثلا أستاذ رشيد، كيف نفهم توصيات كتلك التي صدرت بفصل بعض قضاة المحكمة العليا ومسؤولية النيابة بصفتهم استردوا أموالا لأهلها بعد أن اتخذت لجنة التمكين فيها قرارا بمصادرتها؟ طيب انت بتتكلم عن تفكيك التمكين في السلطه العدليه والاجهزه العدليه بصوره عامه، سواء كان نيابه ووزاره عدل او قضائيه. انا الدائره اقول في هذه الجزئيه صدر قانون وقتها 2020، هو قانون اصلاح المنظومه العدليه. بيبقى القانون ده اذا اصلا في اي تمكين متعلق بتلك الاجهزه العدليه مفروض يتم تفكيك التمكين وفقا لقانون اصلاح المنظومه العدليه 2020. الإجراءات اللي قامت بها لجنة التمكين وقتها بإزالة التمكين من هذه الأجهزة قامت بها وفقا لقانون التفكيك 19-20، وده في تقديره هو قانون عام، وصدر قانون خاص لإصلاح هذه المنظومة، والقانون الخاص بالنسبة لنا نحن كقانونيين يقيد القانون العام. بيبقى بعد ذاك الإجراءات المفروض تقوم بها لجنة التفكيك للتفكيك التمكين داخل الأجهزة العدلية مفروض يكون وفقا لقانون إصلاح المنظومة العدلية وليس قانون التفكيك العام. فلذلك الإجراءات اللي قامت بها وفقا للقانون جعل هذه القرارات هي معرضة للإلغاء والإبطال، وكان قرارات الدائرة أو بما يسمى دائرة الزبيعة في هذه الجزئية يعني بيطلع قراره إنه يا أخي القانون بموجبه اشتغلت لجنة التفكين وأزالت التمكين هو قانون غير خاص، ولذلك كان القرار بإلقاء من دائرة أبو زبيحة قرارات الصادرة من لجنة إزالة التمكين ووفقا للقانون بموجبه صدر، ومخالفة للقانون الخاص تم إلغاء تلك القرارات وإعادة الذين تم إزالتهم سواء كان في القضائية أو وزارة العدل أو النائب العام. دي حاجة. الحاجة الثانية التفكيك، أنا زي ما قلت لك هو واحد من الأشياء المهمة جدا واللي بتنادي بها ثورة ديسمبر، والتفكيك يتعلق بالمؤتمر الوطني
كحزب زائد واجهاته، إضافة لتمكين تفكيك كوادره الموجودين في مفاصل الدولة. وقلت لك المسألة دي مسألة مهمة لأي عملية بتاعت انتقال وقيام دولة مدنية. فيبقى إنت لما تجي تفكك المؤتمر الوطني وواجهاته أوريدي بعد سقوط النظام صدرت قرارات ثورية بحل حزب المؤتمر الوطني زائد كل الواجهات اللي كانت هي تمثل واجهات للمؤتمر الوطني. تلقائيا بموجب هذه القرارات طالما أصلا إنت حليت المؤتمر الوطني وحليت واجهاته أصبحوا هم في حكم المعدوم. طالما أصلا هم أصبحوا في حكم المعدوم تلقائيا الأموال المملوكة للمؤتمر الوطني والمملوكة لواجهاته وفقا للقانون تؤول للدولة. فوق هذا كله مفروض يعني اللجنة طالما أصلا تم حل الحزب المؤتمر الوطني وواجهاته تصدر قرارات للمحافظة على هذه الأموال إلى حين قيام أجسام سواء كان نقابية أو اتحادات مهنية وفقا للتغيير اللي حصل، ثم بعد ذلك تقول تلك الأموال لهذه الأجسام باعتبارها أنه هي اتحادات ونقابات. ده فيما يتعلق بالمسألة بتاعت المؤتمر الوطني زائد وجهاته كانت هي موجودة ممثلة في اتحادات والنقابات. أما فيما يتعلق بمصادرة الأموال المملوكة للأفراد هي دي مفروض تتم وفقا للقضاء أو بموجب محاكمة عادلة. في هذه الحالة اللجنة وفقا للتوصيات والحاجات اللي صدرت عشان نتلافى القرارات والقصور اللي كان حاصل في اللجنة السابقة قبل الانقلاب بتاع 25 عشان قرارات لما انتظر بهذه الكيفية تكون قرارات زي ما ذكرت قبل محصنة وغير معرضة لأنه إذا تم الطعن فيها ممكن أن تلغى وتبطل. فوق ده كله الدائرة أقوله دي الحتة المهمة والمفروض الناس تنتبه لها وتعريفها، إنه اللجنة لجنة التمكين في الفترة السابقة أصدرت كمية كبيرة جدا من القرارات أزالت فيها تمكين كوادر كانوا متمكنين من فاصل الدولة وصادرت ممتلكات بعد ما ينتمون للنظام السابق، وتلك القرارات صدرت من لجنة وتم الطعن فيها وصدرت قرارات فيها من المحكمة العليا أو بما يسمى دائرة أبو زبيحة. ودي عندنا في القانون إنه هذه الإجراءات تسمى بحجية الأمر المقضي فيه. حجية الأمر المقضي فيها دي ببساطة شديدة جدا وبالنسبة للناس بصورة عامة هي لا يجوز وفقا للقانون أن تحاكم شخص على أي جريمة ارتكبها مرتين. فتحصينا لهذه الحاجة ووفقا للدستور تم إعداده بموجبه تمت العملية السياسية الماشية هسي وفيها الورج دي يعني تم النص أو تم تضمين نص داخل الدستور بتاع المحامين إنه كل القرارات الصدرت من اللجنة في الفترة السابقة وتم إلغاء من المحكمة العليا أو بما يسمى دائرة أبو زبيعة تم النص داخل الدستور نفسه إن تلك القرارات تكون دائرة مراجعة في المحكمة العليا لمراجعة كل القرارات التي صدرت في اللجنة السابقة وتم إلغاء من المحكمة العليا. جميل. للفصل فيها نقف هنا أستاذ رشيد. أستاذ الجميل وفقا لما تفضلت به بالحديث في المحور السابق كيف تفهم هذه التوصية التي صدرت بفصل قضاة المحكمة العليا ومسؤولية النيابة العامة بكونهم استردوا أموال أصدرت فيها لجنة التفكيك قرارا بمصادرتها؟ هو الحديث ما يعني التوصية ما تتكلم عن فصل قضاة المحكمة العليا، لكن يفترض أنه تكون هي الخطوة الأولى في إجراءات التفكيك للجنة الجديدة النظر اللي هو اسمه الفحص والتدقيق في القضاة الذين هم على المحكمة العليا. صحيح يقال بأنه الإجراء الأولي يتم إيقاف لكل هؤلاء القضاة، وبعد المراجعة والتدقيق من يجد أنه وضعه طبيعي ودخوله وتدرجه طبيعي في الهيئة القضائية إلى أن وصل المحكمة العليا يعتبر غير موقوف، ولذلك مسيرة الخدمية تعتبر ممتدة. يعني الإجراء هو إجراء بهذه الكيفية وفق صيغة التوصية. لكن لو أذنت لي أنا يمكن الكلام اللي قاله الأستاذ الرشيد شوية ما قادر أنا يعني أنا بفتكر قانون التمكين حتى قانون إزالة تفكيك التمكين وتفكيك نظام 30 من يونيو وإزالة التمكين لا علاقة له بالمؤتمر الوطني. يعني المؤتمر الوطني هو طارئ على المشهد السياسي ما بعد 30 من يونيو. يعني أصلا القانون السابق وحتى التوجهات الحالية لا تناقش مسألة حزب المؤتمر الوطني، هي تناقش نظام كامل بدأ
30 يونيو 89 وانتهى 11 أبريل. ولذلك القضية لا علاقة لها بحزب معين، لأنه توالت صيغ كثيرة لإدارة الدولة خلال هذه الفترة منذ اليوم الأول لانقلاب 30 من يونيو. لم يكن هناك مؤتمر وطني، كانت هناك تنظيم الجبهة الإسلامية القومية هو الذي قاد العملية الانقلابية ووضع يده على كافة مقدرات البلاد، وألغى في المرسوم الأول في أول أيام يوم للانقلاب كافة الأجهزة وهياكل الدولة القائمة، وحل كافة النقابات، وألقى تراخيص الصحف، وقام بكل ما قام به من منذ اليوم الأول، وبالتالي لم يكن هناك مؤتمر وطني في ذلك الحين. التأسيس لمسألة الأزرع التي يتم الحديث عنها، الأزرع هذه هي أزرع الحركة الإسلامية أصلا. الحركة الإسلامية ظلت تتناوب هذه الإدارة إلى أن عندما نجد منظمة الدعوة الإسلامية، نجد الوكالة الإسلامية للإقاصة، عندما نجد واجهات متعددة وفي داخلها شركات أيضا عاملة في النشاط التجاري والاقتصادي وهكذا، التي قامت لجنة التنظيم السابقة بتفكيكها ليس بحزبانها، هي أدوات المؤتمر الوطني، هي أدوات الجسم الانقلابي، الجهة التي قادت الانقلاب. ولذلك أنا لا أتصور أنه قانون تفكيك نظام 30 من يونيو وإزالة التمكين واسترداد الأموال العامة، القانون السابق أو القانون اللي حتى الآن هو مجمد، لا تريد فيه إشارات لإسم حزب بعينه. يعني يمكن أن يصحح الأستاذ الرشيد، لكن أنا لا أتصور أنه المسألة متعلقة بتفكيك أجهزة الدولة وليس الحزب. هذا جانب، لأنه هذا يفسر ما الذي سيحدث. يعني حتى عندما يتحدث كمال عمر المحامي وهو عضو في المؤتمر الشعبي يقول لو أن هذا التفكيك طالنا أو نال ما بأيدينا نحن جاهزون ونحن نقبل هذا، حتى هو في نظرته اعترافا بأن هذا الأمر لا يتعلق أو ليس قاصرا على المؤتمر الوطني فقط، هو قاصر على كافة من أدار شأن الدولة منذ 30 من يونيو وإلى آخر يوم في 11 من أبريل. طيب أستاذ الجميل، نأخذ في محور آخر وحدثنا عن أهم الأوراق التي تناولها الخبراء الأجانب في مؤتمر لجنة التمكين التي أقيمت بقاعة الصداقة. نعم، الخبراء الأجانب بتخصصات مختلفة، يعني هناك ورقة تحدثت عن الكيفية والطريقة التي يتم بها استرداد الأصول، وحقيقة هي ورقة مهمة جدا لأنه تحدثت عن طبيعة إجراءات الاسترداد للأصول في أحوال التفكيك وفق تجارب دول أخرى. وأوسط الورقة التي قدمتها إحدى الخبيرات أوسط بأنه الناس ما يذهبوا في اتجاه، يعني المقترحات كانت كثيرة، ستكون شركة قابضة، ستكون جهة من الجهات التي تتولى إدارة هذه الأصول المستردة، وما الذي سيحدث من بعد، وإلى أين ستؤول، وبعض الأصول ستتأثر بطبيعة لو أنها مزارع، لو أنها أدوات إنتاج محددة، بالتالي هذه العملية الإنتاجية ستتوقف ويمكن أن يحدث أضرار مادية بعد أن يتم وضع اليد على هذه المنشأة أو الجهة. أنا أعتقد أنه دي من الأوراق المهمة اللي فعلا يمكن بالتجربة السابقة أنت بتلاحظ أنه كان هناك كثير من التقاطع بين وزارة المالية ولجنة تفكيك نظام 30 من يونيو، وهذا الجدل الذي يسور. وزارة المالية تقول أنه لم نستلم من اللجنة أي شيء، وبالتالي أصبحت هناك بعض المنشآت والممتلكات والمزارع التي تتأثر بعامل الوقت وتتأثر بغياب جهة إدارية أو فنية تقوم بإدارة المنشأة نفسها، ويحدث أضرار ناجمة عن هذا. هذه كانت من الأوراق المهمة أنا أعتقد، وأدت إطاءات في اتجاه كيف يمكن أن تتعامل في حالة استرداد نوع من الأصول نتيجة لإجراءات التفكيك. صحيح أن أوراق الخبراء الأجانب أيضا ركزت على ضرورة أن يحظى حقوق الجهات التي تستهدف بالتفكيك وبما فيها الأشخاص الذين يمكن أن تصادر ممتلكات منهم أو أن تسترد عموما وفق أي مصطلح كان. يعني الحديث هذا أيضا هناك ضرورة، هم يتحدثوا عن أن هذا الشخص لابد أن تتوفر له الفرص وأن يظهر بنفسه وأن يدافع عن قضيته ويكون له الحق في الاستعانة. مسألة العدالة التي تحدث عنها بمحامين، أي إجراءات طويلة تحدثوا عن أنها ضرورية في المرحلة اللاحقة، لا بد من الاستعانة بها. التجربة أيضا تحدثت، الأوراق تحدثت عن أن لا تأخذ القضية زمن أطول، القضايا زمن متطاول،
يعني تجارب تحدثت عن تفكيك اكتمل في 6 أشهر، وبيقال أنه كل ما إجراءات التمكين تفكيك التمكين جرت بإيقاع أسرع هذا أفيد، لأنه لو تطاول بها الأمد ستحدث آثار أخرى. جميل، سنعود للتواصل بالحديث حول هذه المخرجات وأهم الأوراق التي تم تناولها، لكن دعونا نشاهد المحطة القادمة وهي مع الصحفي عمرو شعبان. الاتفاق الإطاري صمت تماما عن إزالة التمكين داخل المؤسسات العسكرية والأمنية، وترك هذا الملف أيضا في يد كون الإنقلابي، لم يتحدث عن كيفية إصلاح الأجهزة العدلية والأجهزة القضائية، وترك أيضا إزالة التمكين داخل لسيناريو الإصلاح وهو نهج إصلاح وليس ثوري. أيضا لا يوجد أي ضمانات في عدم ظهور أي من المكونات الشخصيات العسكرية في المشهد السياسي السوداني مرة أخرى على مستوى الإعلامي لإدارة ملفه والتحدث في شأن من الشؤون، وهو ما يشي بأن إمكانية بحثهم عن أدوار جديدة للإطلال على الشعب السوداني في تأكيد وجودهم في السلطة. حدوث الانقلاب نفسه لم يعالج مبررات قيام الانقلاب التي تحدث عنها، سواء أنه ورط السودان بشكل أكبر، فكيف يتم الشراكة أو اتفاق إطاري مع ذات المكونات التي قامت به مؤخرا. بدأ واضحا أن ثمت تدخل مباشر لإجبار المدنيين على القبول هذا المشهد، ومع ذلك المدنيين مارسوا نفس الخطأ في عدم الخروج للشعب السودان ويختاروا بشكل الضغوط التي مورست عليهم للوصول لهذه التسوية وهذا الاتفاق. أهلا بكم من جديد، تابعنا إفادة الصحفي عمرو شعبان حول توصيات لجنة إزالة التمكين. أعود مجددا وأرحب بضيوفي داخل الاستوديو الأستاذ الجميل الفاضل المحلل السياسي والقانوني الرشيد السراج عبد الله بالحرية والتغيير المركزي. أستاذ رشيد، ما حجم مشاركة غير الموقعين على الاتفاق الإطاري في لجنة ورشة لجنة التفكيك؟ هو تقريبا عدد المشاركين بصورة عامة 350 مشاركة، عدد القوى الموقعة على الاتفاق أو نسبة القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري تقريبا 40%، ما تبقى اللي هو 60% هو ده كان للقوى الغير موقعة على الاتفاق الإطاري، اللي هو كان ممثل فيه تقريبا الأجهزة العدلية بما فيها النيابة زائد وزارة العدل والقضائية أساتذة الجامعات وغيرهم من منظمات المجتمع المدني إدارات أهلية وطرق صوفية وغيرها من الكيانات الداعمة للدولة المدنية والتحول الديمقراطي. بيبقى النسبة بالنسبة لعدد المشارك هي 40% قوى موقعة على الاتفاق الإطاري، 60% لقوى غير موقعة على الاتفاق الإطاري لكن هي داعمة للدولة المدنية والتحول المدني الديمقراطي. طيب أستاذ رشيد، يعني هناك من يتهم لجنة التفكيك اتهام واضح بأن هذه التوصيات قد منحتها صلاحيات ديكتاتورية، فمن يحاسب لجنة التفكيك؟ هو بالعكس، التوصيات والحاجات اللي تمت في هذه الورشة أنا في تقديري بتشيل الصفة بتاعت الديكتاتورية التي تتحدث عنها، وإن كان هنالك ديكتاتورية وتسلط هو ممكن يكون صاحب إجراءات اللجنة في الفترة السابقة، لأنه وفقا للتوصيات تمت في هذه الورشة أنا في تقديري توصيات هي ممتازة، توصيات هي بتحقق كل شروط وظروف المحاكمة العادلة. فوق لده كله أنا قبيل أستاذ الفاضل لو سمحت لي إنه تحدث كأنما أنا تحدثت عن تفكيك المسألة المتعلقة بالمؤتمر الوطني. هو القانون نفسه أول لجنة هي تسمى لجنة تفكيك نظام 89، بيبقى تلغائية للمسألة تحت التفكيك هي مصاحبة لكل من هو تمكن أو بقى جزء من مفاصل الدولة من 89 إلا سقوط النظام. فوق هذا كله لما أنا جيت تكلمت لأنه هو آخر حزب بعد السقوط كان مسيطر على الدولة هو حزب المؤتمر الوطني، بيبقى تلغائيا وفقا للقرارات الثورية بعد المجلس العسكري ما ينحاز وأعلن إنهاء الحقبة 89 وانحيازه للثورة، صدرت مدية لقرارات ثورية اللي هي واحد من هذه القرارات الثورية حل حكومة المؤتمر الوطني، تشكيل مجلس عسكري لإدارة وفقا للقرارات اللي كلنا حكونا متابعينها وعارفينها. فوق هذا كله أصدر قرارات بتجميد وحل كل الاتحادات والاتحادات المهنية والنقابات اللي كانت موجودة، وهي في تقديري كانت تمثل واجهات للمؤتمر الوطني للسيطرة على مفاصل الدولة، بيبقى تلغائيا وفقا للقرار وأنا ده اللي تحدثت عنه بتاع الحل أصلا هي أوريدي أصبحت طالما محلولة
في حكم المعدوم. طالما هي معدومة يبقى تلغايا صفة أيلولة أموالها انتفت عنها، مفروض تقول للدولة. وتحدثت عن التفكيك في الواجهات، وتحدثت عن التفكيك فيما يتعلق بالكوادر الموجودين في مفاصل الدولة، وبرضو تحدثت عن مصادرة الأموال المملوكة لتلك المواجهات والمملوكة للدولة. واحدة برضو من الأخطاء تقريبا اللي وقعت فيها اللجنة التمكين في الفترة اللي فاتت، اللي هي بعد ما تصدر القرار بالمصادرة المسألة بتاعت الأيلولة بتقول تقول لوزارة المالية، كأنما الأموال دي لما تم أخذها وفقا للإجراءات والشيل المعروف بالنسبة لنا، لما أنت تشيل مثلا تصدر أي حكم بأي مصادرة بترجع للشخص اللي هو كان حائز أو هو صاحب المال. هم كوادر المؤتمر الوطني وواجهاته الأموال لما تم أخذها بطريقة غير مشروعة، تم أخذها من الدولة أو من الدولة، بيبقى تلغائيا أي قرار بأيلولة هو مفروض تقول للدولة وليس وزارة المالية. وده الوضع الصحيح، لأنه كل المصادرات قاعدة تحصل بموجب القضاء، إنه أي مصادرة تحصل لأي مال بالمناسبة هو بيقول تقول لحكومة السودان أيا كان شكل الحكومة اللي هي موجودة، حكومة انتقالية، حكومة منتخبة غيره. بعد ذاك الحكومة بعد ما تقول لها هذه الأموال، هي بعد ذاك بموجب الولاية العامة حقة وزارة المالية دي إجراءات داخلية بتقول لوزارة المالية. يعني أستاذ رشيد، هذا الحديث يقودنا إلى سؤال آخر، وهو ما المرجعية القانونية التي تنصف من ادعى أن لجنة التفكيك ظلمته؟ المرجعية القانونية أنا في تقديري أي شخص أنت يعني داير تاخذ منه أي حاجة أيا كان شكل هذه الحاجة، مفروض تواجهه بإجراءات قضائية. والدائرة أقوله دائرة تحدث عنه أنه كل الناس متخوفة أنه يا أخي السلطة القضائية بشكلها الموجود هسي ده، لأنه واحدة من التوصيات إصلاح هذه الأجهزة العدلية، يقول لك غير مطمئنين للأجهزة العدلية بشكلها الموجود ده. فوق اللي ده كله يعني واحدة من التوصيات أنا في تقديري هي توصيات مهمة جدا، قلنا يتم تشكيل محاكم خاصة لمحاكمة كل من تحصل على مال بطريق غير مشروع في حقبة 89 لحد سقوط النظام. وتحدثت قبل شوية عن أنه هذه المحاكم تكون محاكم ابتدائية زائد محاكم استئناف زائد محكمة عليا يكون فيها دائرة بتاعة طعن ودائرة بتاعة مراجعة. فوق لده كله أي شخص أيا كان أنت بتواجه بهذه الإجراءات، بتبدأ اللجنة هي تأخذ سلطات بتاعة نيابة عامة، ممكن يتم تعيين برضو إنشاء نيابات خاصة متعلقة بالإجراءات اللي بتقوم بها اللجنة، يتم يعني اللجنة يكون عندها كل السلطات تحت التحري والتحقيق والضبط، أي السلطات الممنوحة لوكلاء النيابة. هل هناك إحصائية محددة للأموال التي تم حصرها خلال عمل لجنة التفكيك خلال الفترة الماضية؟ أنا ما أقدر أستطيع أجاب على هذه. جميل، نحن سنعود لأنه الزمن بيحصرنا. أستاذ الجميل، كيف يمكن إنهاء التمكين في الأجهزة النظامية في ظل لجنة طابعها مدني؟ من الواضح أنها من النقاط الأكثر حساسية، ويعني من الملاحظات بوصف مراقب موجود داخل أروقة هذا المؤتمر، أنا لاحظت أن هناك بعض المشاركين ينتمون إلى قوات الدعم السريع وكانوا ضمن المجموعات العمل، وبعضهم قدم نفسه بصفة أنه جزء من يمثل قوات الدعم السريع في هذه المداولات. يعني يبدو أن بعض المكونات العسكرية انخرط بالفعل في صيغة التفكيك، ويعتبر هذا قبول مبدئي للاتجاه نحو تفكيك بعض الأجهزة والبنيات فيها. لكن عندما نستمع إلى تصريحات الجنرال برهان مثل ما قال بالأمس، مسألة الجيش على أساس أن يبعدوا عنها وأن لا يقاربوها ونحن المسؤولون من إصلاح هذه، إذن هل يمكن أن تخلق هكذا توصيات حساسية مع الأجهزة النظامية؟ أنا يعني في تصوري أنه حتى التعريفات هناك تناقضات، يعني ما هي الحكومة المدنية التي يجب أن يخضع لها الجيش؟ هناك فهم في مؤخرة أدمغة جنرالات الجيش أن هذه الحكومة هي الحكومة المنتخبة، أن هذه الحكومة. لذلك أنا أعتقد أنه هناك بعض العقبات في الطريق ستواجه في ضبط هذه المصطلحات وتعريفها بدقة، وأعتقد أن هناك مسؤولية
كما تحدث الأستاذ الرشيد في مسألة الاسترداد، يجب أن يحدث تعريفات واضحة جهة المنوط بها إصلاح المؤسسة العسكرية، وهل هناك شراكة للمدنيين في هذه القضية أو أم لا، هل المؤسسة العسكرية لوحدها قادرة على أن تصلح شأنها الداخلي وأن تفكك أيضا وجود نظام 30 من يونيو في داخلها، وهل يترك لها هذا الأمر؟ لذلك الشكوك كما قال الأستاذ الرشيد كثيرة حول هذه القضية، بمثل ما هي شكوك حول الأجهزة العدلية هناك شكوك متعلقة بالأجهزة النظامية. إذن بهذا الحديث هل يمكن أن يطرأ تعديل على التوصيات إذا التحقت بعض القوى التي لم توقع بعد على الاتفاق الإطاري؟ والله إلى الآن أنا في تقديري أن التوصيات هي توصيات عمومية. طبعا أنت عندما تأتي المقترحات ذاتها ذهبت في اتجاه، يعني حتى الحديث إلى جانب المقترح التوصية الذي يتحدث عن إنشاء نيابة خاصة ومحكمة خاصة بتفكيك التمكين، هناك مقترح بإنشاء شرطة خاصة لتفكيك التمكين. من واقع التجربة السابقة، إذن هل تكون هذه دولة موازية؟ نعم، من واقع التجربة السابقة لخصت تقارير لجنة التمكين السابقة في أن لديها 200 إجراء أو بلاغ أو لم يبت فيها الأجهزة القائمة الآن لم تبت فيها ولم تتعامل معها بجدية وأهملت هذا الأمر. معلوم أيضا أن الاجتماع المشترك الذي كان يشكل برلمان له سلطات تشريعية، المجلس السيادي ومجلس الوزراء، تقدمت القضية المتعلقة. المجلس السيادي على وجه التحديد كان مطلوب منه أن يشكل دائرة استئنافية يحصن بها أعمال لجنة إزالة التمكين السابقة، مارس نوع من التلكؤ في إنفاذ هذا الأمر، ويعتقد أنه هذا كان أمر مقصود حتى يترك ثغرات وفجوات يمكن من بعد يتم بها. لذلك نوايا كثيرة يتشكك الناس حولها ويريدون تحصين التجربة الجديدة من أي ثغرات يمكن أن ينفذ منها من يريدون إعاقة إجراءات تفكيك التمكين وإزالة التمكين واسترداد الأموال. والخبرات الأجنبية التي صبت في هذا المؤتمر أيضا هي تريد أن توجد إطار يحفظ على معادلة أن يتمتع الجميع بحقوقهم كما ينبغي، لكن في ذات الوقت أن يذهب القرض الأساسي في اتجاه التفكيك. أنا في تقديري أنه يعني هناك مثل بسيط يقول المساواة في الظلم عدل، يعني عندما يتحدث الرئيس المخلوع عمر البشير وتنقل ذلك الوثائقيات العربية ويقول أنه قد أزاح 600,000 من الخدمة المدنية دون أي إجراءات وتمحيص وهكذا، عندما يقول أن الحركة الإسلامية أو الإخوان، ويقول الإخوان موجودون في كافة مفاصل الدولة وليس كذا وليس كذا، أنا في تقديري إنه المسألة هي لا تحتاج كثير بعرف النظر السياسي العادي، ما لا تحدث عن إجراءات قانونية، لأن ما فعل في ذلك الحين أيضا لم يتبع هذه الإجراءات التي يتحدث عنها الخبراء. الخبراء يتحدثون عن ضوابط وإجراءات وهكذا، وعن أن وعندما يتحدث الأستاذ الرشيد عن أن ثورة ديسمبر شعارها الرئيسي هو العدالة وكيفية إحقاق العدالة. الأستاذ الرشيد يعني لكن حقيقة اللي اتبع في التجربة السابقة كانت إجراءات أحادية الجانب، تم إنفاذها من أول يوم، تم مصادرة كافة الحقوق حتى منازل، يعني الدكتور عمر نور الدايم صدر منزله ونفذ هذا الإجراء بالليل وطردت الأسرة إلى خارج البيت في ذلك الوقت بطريقة وحشية جدا. الآن الناس يتحدثون عن منزل علي عثمان وفعل به وما فعل به، وفي إجراءات طويلة هم يعلمون تماما أن هذا البيت من أين جاء وكيف تم بناؤه وما الجهة الممولة وما هي الجهة التي دفعت، هذا كله معلوم بالضرورة. أنا أعتقد أنه الدفوعات التي تأتي في إطار الحملات التي يقودها النظام السابق لتشويه التجربة بكلياتها، وليس قصده إحقاق الحق والتقيد بإجراءات القانون، لا، هو بالنسبة لا يريد الزمن، لا يريد المبدأ نفسه. أستاذ الجميل بهذا الحديث، أستاذ الرشيد، ما الحصانة التي يتمتع بها عضو لجنة التفكيك؟ هو وفقا للتوصيات اللي خرجت هسي في الورشة اللي تمت إقامتها دي، يعني كانت واحدة من الحاجات المهمة والأساسية جدا إنه لابد من إنه عضو لجنة إزالة التمكين مفروض يتمتع بحصانة زيه وزي باقي الأجهزة العدلية الثانية، سواء كان في وزارة العدل أو النائب العام أو السلطة القضائية. بيبقى بالتالي وفقا للتوصيات دي والتعديلات المفروض تطرأ
لأنه التوصيات فيما يتعلق بالمسألة بتاعت القانون تقريبا في حديثنا كله أن احنا ما اتطرقنا إليها، هل هو القانون الأصلع تطبيق قانون تفكيك نفسه ولا يتم إلغاءه ويجي قانون جديد أم تحصل تعديلات؟ تقريبا واحدة من التعديلات هو القانون المناسب جدا بالمناسبة لإزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة، لكن هنالك توصيات بتعديل بعض المواد بالذات فيما يتعلق المسألة بتاعت الاسترداد، بدل ما تكون عن طريق اللجنة مباشرة هتكون يعني يعدل النص اللي بدي اللجنة الحق في انه هي تسترد الاموال، انه المسألة بتاعت الاسترداد دي مفروض تكون وفقا لمحاكمة زي ما ذكرت سابقا. فوق لده كله ممكن بموجب القانون نفسه ينص او يعدل او يضاف هذا النص انه يشكل محاكم خاصة فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة باسترداد الأموال. دي من ناحية. أنا قبل اتكلمت عن المسألة بتاع تفكيك التمكين في الأجهزة العدلية بصورة عامة مجملة، قلت اللجنة إجراءاتها في الفترة السابقة اشتغلت وفقا لقانون التفكيك 89، ما اشتغلت بالقانون بتاع إصلاح المنظومة العدلية وهو القانون الخاص وهو القانون المنوط به إصلاح هذه الأجهزة. إن كان هنالك أي تمكين لأي كادر من كوادر النظام السابق في هذه الأجهزة وفقا للقانون بتاع إصلاح المنظومة العدلية، إذا كان أي شخص من المنتمين لهذه المؤسسات يعني انتمائه لها شاب وغصور وفقا للقانون مفروض يكون وفقا لتشكيل لجنة بتاعة محاسبة لكل الكوادر المنتمين لهذه ويواجهوه بالغصور الذي شاب تعيينه فوق لده كله انتمائه للنظام السابق كل الإجراءات اللي كان بيتم عليها، يعني عشان المسألة تكون فيها عدالة يواجه بذلك بتلك الإجراءات وهو يرد على تلك الإجراءات ويأخذ حقه كامل في الدفاع عن نفسه إلى أن يصدر قرار من هذه اللجنة، يا إما بعزله وإزالة تمكينه يا إما أثبت أنه هو يعني مؤهل وتم تعيينه وفقا لإجراءات سليمة. أستاذ رشيد سريعا، ما الضمانات التي تضمن بأن تعمل لجنة التفكيك بنزاهة دون أن يطالها ما طال بعض على أعضاء اللجنة السابقة من انتقادات؟ طيب إذا تم تكوين لجنة وفقا للقانون مستقلة غير خاضعة لأي جهاز من أجهزة الدولة التنفيذية وتم يعني انتماء أو اختيار كوادر بالنسبة لها مؤهلين قانونيين ملمين مدركين وفقا للشروط العامة بتاعت التعيين زيها وزي الأجهزة العدلية المعروفة بالنسبة لنا نحن بصورة عامة، ثم قام بمن ينتمي لهذه اللجنة بأداء القسم وأن يعمل وفقا للقانون ويعمل بكفاءة وأمانة وصدق، أنا في تقديري الشخصي إنه كل الإجراءات سوف تتم ويكون هنالك عدالة ويكون كل الإجراءات التي تتخذ بموجب هذه اللجنة يعني صادقة وفي أيدي أمينة ويكون هنالك نزاهة وتكون قرارات عادلة، وكل شخص يصدر في مواجهته قرار وفقا للتعديلات والشروط اللي أنا ذكرتها هو يكون راضي تماما عن ما اتخذ في مواجهته من إجراءات، وإلا سوف يكون هنالك النقد في مواجهة هذه اللجنة. لتحصين هذه اللجنة لحتى تخرج قرارات وفقا للقانون مفروض تؤسس تلك المحاكم اللي أنا تحدثت عنها. الأستاذ الرشيد السراج عبد الله القانوني بالحرية والتغيير المركزي، كنت ضيف عزيز علينا في أجندة الساعة، كتر خيرك، نورتنا وشرفتنا. كتر خيرك كثيرا وشكرا جزيلا. الأستاذ الجميل الفاضل المحلل السياسي، شكرا جزيلا على وجودك اليوم في أجندة الساعة على قناة الشروق الفضائية. شكرا لكم. إذن السيدات والسادة، كانت هذه ملامح حلقة اليوم من أجندة الساعة، الكثير من الأسئلة التي لم يسعفنا الزمن على أن نطرحها على ضيوفنا داخل الاستوديو، لكن بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل تلاقي جديد وموضوع جديد. حتى جدا ملتقى، تحياتي وفريق العمل في أمان الله.